للمزيد حول التظاهرات التي اندلعت في عدد من محافظات ومدن العراق بسبب سوء الأحوال المعيشية وتقاعس الحكومة عن توفير فرص العمل ورد الحكومة عليها بالقمع المفرط، تنضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الناشطة في التظاهرات الدكتورة ذكرى عبد الصاحب. دكتورة ذكرى، بداية أهلا بك. السؤال الأول، يعني بعد أن قمعت القوات الحكومية المتظاهرين بالرصاص والقنابل في النجف، المتظاهرون يطالبون بإقالة المحافظ، بداية لماذا الحل الأمني هو الحاضر دائما للرد على أي مطالبة شعبية؟ تفضلي. نعم، شكرا لكم ولقناتكم ومتابعيكم. أهلا بك. حقيقة اعتدنا من هذه الحكومة ومن أزلامها المتنفذون كل ما هو مخجل وهو مخزي وهو أي تصرف رديء ضد الشعب، ضد مقدرات الشعب، وضد ضد الناس الأبرياء والمواطنين الذين يطالبون بلقمة العيش وبالحرية وبالكرامة وبشعب مجتمع نظيف وبوطن آمن. نعم. حقيقة هؤلاء الناس اعتادوا أن يقمعوا المتظاهرين، أن يقمعوا الناس الأبرياء. نحن كثوار وكشعب مسالم يخرج لطلب الحرية وطلب الوطن الآمن. هؤلاء اعتادوا أن يقمعوا المتظاهرين وأن يتصرفوا في كل الألوان البشعة التي يحاولون أن يضربوا أو يدمروا الشباب والشعب. نعم. الذي يطالب بالحرية وبالحياة الكريمة. دكتورة ذكرى، حقيقة نعم. تفضلي أكملي. هؤلاء الحكومة التي جاءت بأشكال وألوان حقيقة. نعم. هي أجندات لتحركها أذرع من خارج، كل شخص جاء بلون من دولة، أحدهم من بريطانيا والآخر من أمريكا والآخر من إيران والآخر من أي مكان آخر. هذه هؤلاء ينفذون أجندات هم. نعم. يعني نقول أنه يعني تملى عليهم الأمور ويأتون. نعم. ينفذون أجندات. وضحت هذه الفكرة. الوطن. دعينا نذهب إلى سؤال آخر. دكتورة ذكرى، يعني كما تعلمين فإن المتظاهرين طالبوا أيضا بإقالة المحافظ في ظل المحاصصة الطائفية التي تسعى إلى ترتيب دولاب العمل السياسي في العراق. السؤال هنا، إلى أي مدى تعتقدين بأن الاستجابة ممكنة لمطالب المتظاهرين؟ بالتأكيد يتظاهر المواطنين على المحافظ لأنه لما لمسوه من مأساة في كل مفاصل الحياة، من قمع ومن عدم توفر الخدمات وعدم الاهتمام بالمواطن وكثير من الأمور. أبسطها أنه شوارع غير مبلطة، أبسط هذه الأمور. يعني كيف يعيش المواطن في بلد متعب في كل ما يملك، في بناه التحتية وفي بناه الاقتصادية وفي كل ما يملك هذا البلد. لذلك يطالب أبناء المدينة بتغيير أي شخص ما ممكن أن يعني يلبي طلباتهم أو يبني هذه المدينة أو يرمم هذه. نعم. المدينة، فعلى أساس يبقى هذا عالة على المجتمع وعالة على أهل المدينة؟ فبالتأكيد هم يطالبون بتغييره على اعتبار. نعم. أنه هو إنسان غير مؤهل وغير يعني نقول غير جدير بهذا المنصب. نعم. وهذا المكان. ممكن سؤال آخر عن دكتورة ذكرى، يعني أمس خرج حملة الشهادات العليا للمطالبة بدرجات وظيفية واليوم الشعب كله يطالب بالتوظيف، لماذا الاستمرار في التظاهرات رغم الوعود الحكومية بحل هذه المشاكل؟ حقيقة هذه الحكومة لا يهمها المواطنون، بل يهمها كيف تبتز المواطنين وكيف تستفاد من هذه المناصب وهذه الأماكن التي يعني هم وكأنهم عصابة يستولون على مكان معين وليست هم كمسؤولين من موقع إداري أن يخدم أو موقع خدمي أن يخدم المجتمع. حقيقة هذه الحكومة كاذبة، وحقيقة أنه يعني تصور الكاظمي نفسه كذب علينا، إحنا وعدنا بأشياء وكذب علينا، فكيف أنت راح تشوف هذا الشخص أنه جدير بهذا المكان؟ نعم. أو هذا الإنسان راح تثق به أنه راح يحميك ويأمن على عائلتك ويأمن لقمة عيشك؟ فهؤلاء ناس كاذبين، قتلة
لا يمكن أن يعني يملؤون هذا المكان أو يقومون على خدمته أو على رعاية المجتمع. لذلك حقيقة المجتمع كله مآسي وآلام ومشاكل اقتصادية، ويعني معظم الشباب لا تمتلك إلى وظائف ولا تمتلك إلى لقمة عيش حقيقة حتى يساندها. الآن الكليات الكثيرة التي يعني كليات أهلية يخرجون ويزجون بهؤلاء الشباب في الشارع، يأخذون أموالهم، يعني هي كلياتهم كليات للمالكي ولا لفلان ولفلان، جامعات أهلية، يستاذون المواطنين، يأخذون مبالغهم، ولما يتخرج مهندس أو طبيب أو أي تخصص آخر يشوف نفسه بالشارع، أخذوا فلوسه هو ما عنده لا تعين ولا أي شيء. من بغداد، فكيف لا يثور الشعب وكيف لا؟ نعم، نكتفي بهذا القدر. من بغداد كنت معنا الناشطة في التظاهرات الدكتورة ذكرى عبد الصاحب، شكرا جزيلا لك.